الله يديك العافيه. احنا طبعا لسه بنتكلم عن اهم شيء في زراعه الباميه عندنا وهي الذروه للباميه عشان نواجه بها الصقيع. فهنا عندنا ذروه من الثوم على اليمين اهي وراك خلفك، وهنا ذروه من الكمون. طبعا ايه الافضل يعني من خلال ادي احنا النهارده لينا كام يوم زارعين الباميه؟ احنا الباميه دي مزروعه 16 12. يعني ليها شهر و10 ايام مثلا. تقريبا شهر و10 ايام. هل ظهر الفرق هنا في الذروه؟ زي ما احنا شايفين هو الفرق واضح. بين ذروه الثوم وذروه الكمون. كثافه النباتات رغم ان هي مزروعه كثافه واحده، كثافه مزروعه في الاثنين واحده، لكن هتلاقي هنا في الكمون الكثافه قلت بشكل ملحوظ. الكثافه هنا في الثوم اعلى، يعني لسه محافظ على الكثافه بتاعته. حجم النبات في الكمون، حجم الباميه في الكمون اقل من حجمها في الثوم. الحيويه بتاعت النبات في الكمون في الثوم اعلى من الكمون. زي ما شايفين يعني لسه الزرع لسه اكتر شويه، هنا الزرع مسفر وفي اللي بيودع والكلام ده يعني. فالثوم بالنسبه كذروه يعني كويس خالص يعني. ونيجي نكلمك على تاني حته تاني، موضوع الكثافه. ليه الكثافه حلو؟ بص احنا وصلنا يعني الكثافه اللي احنا حاطينها وصلت معانا انخفضت لغايه قد ايه؟ يعني مش هنتعالى جربت كده على ماشي. بص النباتات يعني ادي مختبر ثلاث نباتات اهو. ده كويس، ده اقل، ففي واحد فيهم هيغلب في الاخر وهو اللي هيستمر معايا. فدي الكثافه. لو هم الكثافه اصلا كانت قليله من الاول يعني كان كلهم راحوا ما شفتهمش. يعني انت رامي 10 نباتات في الجوره كنت ولا اكتر؟ 15. 15 نبات. بص اهو ادي نباتات اهو ادي مات اهو. اهو ادي لسه عايش، وفي ايه تقزم، وفي ايه صحته كويسه. فمن دون الكثافه دي هيطلع لي مثلا واحد صحته كويسه يعني يسد عن الباكين. انا لو حطيت مثلا 10 يفضل منهم 2 والباقي مثلا معوق. لا طب انا لو حاطط 5 ممكن يبقى 1، ممكن يبقى فيش. الكثافه يعني مهمه. الكثافه هتدي يعني فرصه اني واحد فيهم يصيب. يعني انت لما ترمي 10 رميات لما تصوب جند على حاجه وترمي عليها 10 رميات، فهتبقى نسبه انك تصيب اكبر من انك لو رميت 5 رميات. فهمت ازاي؟ في 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 جو سيء يعني. كامل عشان كده الكثافه مهمه جدا. مهمه في زراعه الباميه، مهمه في الجو السيء بالنسبه للوقت اللي احنا فيه، بالنسبه للجو السيء ده. بالنسبه للجو السيء. طب انت النهارده يعني هتعمل ايه في الباميه؟ يعني شايف معاك بننظف الكمون والباميه. هتنظفوا الباميه؟ الباميه والكمون طب هل يعني بداتوا تفلوا فيها ولا لا لسه؟ ايه هو اللي بيفل؟ ايه اللي هيتفل؟ يعني اللي هي الجوره اللي كثافتها كبيره في عدد نباتات كبير. انا ما بفلش. انا مش بتاع فل خالص. الفلش خالص انا ماليش دعوه بالفل ده خالص، مش طريقي. طب ليه يا باشمهندس؟ يعني يا اخي يقولوا ان يعني نبات الباميه لما يبقى شجره وحدها كده او شجرتين. اي طبيعي النبات اللي هو كل ما قلت الكثافه كل ما النبات خد وضعه في خد احتياجاته في الضوء وفي الغذاء فهيبقى اقوى، لكن مش هو ده المستهدف بالنسبه لي. امال ايه المستهدف بالنسبه لك؟ بالنسبه لي انا عاوز اجني بدري، عاوز اكبر كميه اجنيها بدري. فانا مش مستني بقى لما ياخد وضعه ويفرع ويكبر ويبقى شجره والكلام ده، مش فاضيله انا. انا بيطلع لي يعني خلصان مسرتن كده وبتاع واديني قرن بسرعه وانت شجري. يعني انت عايز الثمار اللي هي اللي في البدايه؟ انا عاوز انت شجري. يعني عايز الانتاج اللي هو البدري. حتى لو كان النبات ضعيف
ايوه بالظبط، انا عاوز كميه يديها لي في الاول، لان السوق هو في الاول، وبعد كده السوق ما ليش دعوه انت معك شجره معك هركليز. السوق ما ليش دعوه بالكلام ده خالص. يعني لما يعني انت لو انتظرت ان انت تعمل شجره وتكون شجره وتديك انتاج عالي، ده هيكون السوق. هقول لك السوق يطلع شجره انت بقى، ليش دعوه بيك انا. ده عشان احنا بنستهدف التبكير. هو كل زراعه انت عاوز سوق، انت في الاخر زراعه انت عاوز سوق، مش انت مش بتزرع جنينه البيت يعني. يعني مش هتفرح في الشجره ومنظر الشجره، لا احنا انا بستهدف سوق، انا عاوز سوق في الاخر. فمن الشغل ومن التجربه وبتاع خلاص انت عرفت تشتغل ازاي. عاوز اكبر عدد استثمار بدري، في الوقت البدري في السوق الغالي اللي هو بيفرق معاك، وبعد كده النبات يروح مطرح ما يروح. كلام جميل. بص ادي اللفح الناري او اللفح الجذور بتاع بتاع الكمون. ادي الشلل بتاع الكمون. يا الله اهو ده بعد ما كبر يا اخي. طب ده بسبب الصقيع يا اخي ولا لا؟ لا لا ملوش دعوه بالصقيع. عفان جذور تبقى غالبا عفان جذور. عفان جذور. اسمه ايه المرض ده يا اخي؟ اللفح الناري. اللفح الناري. بس ادي عفان جذور اهو. جذر ميت، ميت خالص. ودي مشكلة زراعة الكمون. ايوه مشكلة كبيرة. بص حتى لسه بيشل اهو. ده لسه بيشل، هو لسه تو هيدبل. شوف الجدر، ما فيش جدر، الجدر معفن. انا بكلمك على احنا هنا نجرنا رقعة تانية في البامية. رجعنا الرقعة التانية اللي هي اهو. في البامية؟ في البامية والله بدأت تتنبت. اهو الرقعة الجديدة دي. دي الرقعة الجديدة دي. في الكمون. الأماكن الخفيفة شوية. زرعتها تاني بامية. بالظبط. طب ده هل في الانتاج يحصل يعني يحصل السوق ان شاء الله. يحصل السوق ان شاء الله. احسن ما سيبها فاضي يعني. يعني حتى بص يعني هتلاقي يعني في حاجات مخدره مثلا، نبات نباتين برضه رحت نجرت تحت منهم تاني عشان خوفا اني مش يعني مش ضامنها ف تنزل تحتيها يعني. بس لكن بالنسبة للثوم كذروة يعني حامي معاك البامية، ونلاقي الحتة يعني النباتات أفضل. حتى ترجيع قليل، ترجيع خفيف انت رجعت صح. بص طب حجم النبات هنا ازاي؟ يعني ما شاء الله حجم النبات بالنسبة للموجود في الكمون فرق شاسع بين بين الثوم كذروة وأي ذروة تانية يعني. شوف الحوض اللي جنب الاسفلت برضه هتلاقيه اعلى واعلى. طيب ليه يعني؟ عشان حراره شويه؟ عشان الجو فيه اجف من هنا. فيش صقعه زي قصه الزراعه.